مشاهدينا الكرام، مشاهدينا الكرام في قناة 9 مساء الخير، مرحبا بكم الليلة في برنامج عندي ما نقول لك الموسم 13. للمشاركة طبعا في البرنامج بإمكانكم التواصل معنا والاتصال على الرقم 28-835-1000 كما هو موجود أسفل الشاشة، 28-835-1000 أو التوجه مباشرة إلى مقر 26 نهج المعمل الشرقية 2، 26 نهج المعمل الشرقية 2. عاود رقم الهاتف للمشاركة معنا في البرنامج 28-835-1000. راو فقط تعملوا أبل من غير ما تكلمونا، أعمل أبل فقط، احنا بعد 12 ساعة أو 24 ساعة نعاودوا الاتصال به. قبل ما نبدأ البرنامج نمشي مباشرة إلى الاستوديو الفرع الثاني مع زميلة ريهام بن علي. ريهام مساء الخير. مرحبا بك علي. مساء الخير ريهام. مرحبا بالنسبة للبرنامج عندي ما نقول، عندي ما نقول لك الكل. عندي ما نقول لك، عندك خمس سنين فيه ما نجمتش تنطق هالبرنامج. ألو ضيوفك ريهام حاضرين ولا؟ اي اكيد حاضرين، تهنى عليهم. جاهزين الكل؟ وضعيتهم النفسيه شنيه؟ صباح مرتاحين؟ انا دوري اني نرتاحهم. باهي، انا اللي جيو بحذايا ما همش مرتاحين برشا لانهم اول مره يدخلوا الاستوديو، حتى ضيوفك ايضا. لكن اللي جيوني لهنا باش يحكيوا حكايتهم تبدو انها صعيبه برشا في التلفزه، هذاك علاش تحاولوا ناخذوا بالخاطر مجددا. على كل حوصله للحكايات اللي باش تتعدى لينا في برنامج عندي ما نقول لك، مشاهده طيبه للجميع. الليله في عندي ما نقول لك باش نتفرجوا في زوز حكايات، باش نتبعوا حكايه رامي، واحد من التوانسه اللي تعايشوا مع مرض السيدا. كاهو كانت المفاجأة صادمه مع خدنا، اللي هي اللي قال لي سينيوري سيتي زيرو بوزيتيف، يعني ترجمتها بالعربية هذه فنعم مسيو فوزيت زيرو بوزيتيف. زيرو بوزيتيف، زيرو بوزيتيف، انت عندك تحمل الفيروس، انت لا شارج فيرال. والبداية باش كنا مع حكاية احمد ومحمد، زوز سويمة وزوز اشخاص لكن روح واحدة وقلب واحد. ديما بعضنا في كل شيء، في الباهي والخايب ان شاء الله. وباللي باش نعمل ديما بجنبي انت. تهنى حمد. الخو للخو رحمه، ومهما تصير الخلافات بين الاخوه بطبيعه الحال يقعد الخو الكبير ولا الخو الصغير رحمه. ربي يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والبنون بالحق زينة الحياة الدنيا. مباشرة نستقبلوا مع بعضنا احمد. يلا احمد مرحبا بك. وبيك اكثر سريع احمد. مرحبا بك احمد في برنامج عندي ما نقول لك. بارك الله فيك. صباح احمد، قداش عمرك سيدي؟ 26 سنة. قداش؟ 26 سنة. 26 سنة، شنو تعمل في الدنيا؟ ستريمر. ستريمر يعني؟ يعني نحل لايف في ابليكاسيون ونخلص منها. تحل لايف في ابليكاسيون ونخلص منها. شنو هي الابليكاسيون؟ خلينا نعملوا لك بوب ترى. تاجت اسمها. ها؟ تاجت. تاجت؟ اي ابليكاسيون امريكانية. تاجت انت هي؟ لا لا. انت شو؟ ابليكاسيون امريكانية نتاع واحد امريكاني. اي. الكل يحلوا لايف فيه ويحكيوا على حياتهم. وكيفاش تخلص منها؟ بلي جيفت. يعني عباد كي تحكي لهم اللي عشتوا تنصحهم. شوف ثقافتي في الانجليزيه محدوده، شنو هي الجيفت؟ بالهدايا. الهدايا. اي جيفت يعني هدايا هكاك، وتبدل لهم فلوس. اه اللي كادو هذوك تبدل لهم فلوس. كيفاش تبدل لهم فلوس؟ يعني تجيك ورده، تجيك شو تجيني ورده؟ قلت فلوس تبدل. اي يعني الهدايا هذوك يتبدلوا فلوس. جوست هما في اكرون. المخرج قال لي ماكش ستارت ابر، شو معناتها ستارت ابر ولا؟ لا مش هكاك. اي شو ستارت ابر؟ ماك ستارت ابر اللي انا مش فاهم. اوكي مش مشكله. باهي طارق توحل فيا. باهي وتتصور برشا فلوس من الابلكاسيون؟ الحمد لله. قداش في الشهر؟ ما نجمش نقول لك. عليه؟ قولي في اذني. ما تعاودش؟ لا لا يجوني راه. لا لا ما يقولش. واسمع سي. نخمن نهزك معايا، انت عندك لحظه. استنى زوز ملايين في الشهر. خلي ما تقولش. تحكي بجدك ما كمان؟ ايه. زوز ملايين في الشهر. الحمد لله. وانت قاعد قدام التليفون. راه ناقصين الفلوس تحمس. لا لا ما ينقصولكش في امريكا، باش ينقصولك ما عندهم. لا في تونس خاطر. في تونس يخلصوا الزملاء بالباي بال يبعثوا لي. بجد؟ في الشهر وانت شاد التليفون تعمل في الدار. شكون كيفك؟ تاك خير من المنشط هذاك. علاش خدت انت عندك القبول نحب نجيبك معايا. تجيبني ما قدش تخلصني. تون تفهموا. نجم باخذك فلوس معناتها. اكيد. باهي ما عاد نعملها وعدي. عاد نعملها. انا كي نطل في اللايف نجيب برشا كلمه جديده اللي تعلمتها جيفت. صحيح. نولي جيفتون. لا جيفتون لما تجيش نولي نجيب برشا جيفتوات. ما شاء الله. هذه ترى عملها نصور منها الفلوس الشهريه زايده على الاقل. صحيح. والله يعطيك الصحه. والله تنجح انت زاده. شكون تحكيو في اللايف؟ خرافات وحكايات. عليك زيكسبيريونس نشكر في تونس زاده ما يعرفوش نورد افريك. امريكان ما يعرفوش، ماذا بهم يجيو. ويعرفوك في الابليكاسيون هذه؟ اي بديت معروف. بديت نتعرف. وعندك دي زابوني؟ فما. قداش؟ 2000. تا
توا 2000 2000 ودخل في 2 ملايين في الشهر الحمد لله. يا بيني من انا كلام ما قداش ندخل هذاك على الصوت هذاك على الصوت. لا 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 ما تدخلش معاك في اللايف باش تدخلني تصور انت تدخل واحد في اللايف هكا تحكي باللونجلي باللونجلي هيك المصيبه هيك مش تحكي باللونجلي هكا ولي معايا ولا نولي نولي معاك خلص 50-50 نقص من مربوح شوي ان شاء الله نقسمه اي سيدي حتى تعرف على حكايه كيف مباشره نشاهد معنا هذا التقرير. طب خويا اللي دمنا واحد وروحي هي روحه هو في مقام الصديق ويعوض احيانا مكانه البو. احمد ومحمد زوز اخوات ما يفرق بيناتهم شيء لا ظروف ولا شبيهه. صوره مقسومه في زوز وروح تسكن نفس الجسد. احمد ومحمد ملي صغار ما يفرقوش بيناتهم، حبهم وخوفهم على بعضهم خليهم يتقاسموا برشا تجارب ومغامرات في الحياه. ولا مره واحد فيهم اعترف بمحبته لخوه رغم صدق مشاعرهم. احمد جديله باش يقول قدام العالم نحبك خويا محمد، اعتراف بمشاعر قديمه قاعده تكبر نهار بعد نهار، لفت نظر على قيمه ونعمه الاخوه. باهي القصه. لازم العباد تعرف اللي الخو يدك اليمين. مش حاجه سهله خو تلقى عبد تسند عليه روحك ويقف معاك وما يبخلش النهار بقدرة تعرق عليك. جست صغير نحب نعمله في برنامج كبير انا نوري اش عمل معايا 26 سنين عمري توا. قداش عمر؟ محسوب كيف كيف، محسوب كيف كيف. محسوب كيف كيف. تربينا اخوات وما نتفرقوش. لنهار تفارقنا على بعضنا. شو فيك تحكي بحرقة ما فهمتش؟ خلاص راح زينة. 9 سنين تعبت فيهم ولقيته كان هو معايا. تعبت علاش تعبت؟ شلون تعبت؟ زوز عمليات، تكسيرة في خشمي، 3 غرز في بلايص مختلفة، يدي، راسي، ركبتي. علاش هذا كل؟ قضاء وقدر. إيه مناش علاش؟ أكسيدون؟ أكسيدون، واحد أكسيدون، واحدة أنا باش نقز في سكة مترو تضربت، قلت انتباه وساعات قضاء وقدر. سابو أريفي تنجم تصير حاجة هذيا دونك هذيكا. دونك لقيت واقف معاك، علاش خي امك وبوك ما وقفوش معاك، خواتك الاخرين ما وقفوش معاك؟ كنا احنا في الدار، كان خويا كانوا صغار، اما امي وبابا يقفوا معايا باللي مش كيف، هو في كفة وهما في كفة، نحبهم برشا كيفو، اما عبد يفيق على خاطرك ساعتين نتاع الليل وغدوة صباح يقرا ويضحي معاك من وقته. المفروض زوز اخوة فرد عمر يتناقروا. نحنا ليه؟ يتعاركوا. نحنا ليه؟ كيفاش ما تعاركوش؟ حتى نتعاركوا على حاجات ولا غيروا من بعضهم. ولا تصرفات الام وتصرفات البو تخلي الغيره بين زوج اخوه. لا تصرفات البو وتصرفات الام ممكن تخلي الغيره تنقص. كيفاش؟ نجم نعطيك مثال، قلت لك نحن برسك فرد عمر حتى اي حاجه غله اي حاجه يقسموها قدامنا. خذ انت شتر وهو خويا يعطيك شتر ما يجيبلكش. كل شيء تقسموها. كل شيء نقسموه. تقسموا الاحزان بيناتكم. كل شيء اللي حس به هو نحس به هنا، حس به هنا حس به هو. تقسموا. نقسموا كل شيء. الحياة بمأسيها بالباهي بالخايب. بالباهي والخايب. اللي زرع فيكم هذا شكون؟ أمي وبابا. أمك وبوك تحسوا مختلفين على بقية الآباء والأمهات وإلا لا؟ ولا بو ولا بو أم أوردينار عاديين؟ والله لا شوف هي. تعرف علاش نسأل السؤال هذا؟ خاطر فما آباء وهو لا شعوريا آباء وأمهات يربيوا أولادهم على التفرقة، على الكبير ياخذ البايل يخير يميزوا تفهم فيها هما عن غير قصد راه تفهم فيها هذوك الاولاني صحيح هاي. اما عندهم ميول ديما للصغير اكثر من الاخر بوك وامك لا عملونا كيف كيف اللي تاخذه انت ياخذه هو والعكس بالعكس. وش يعمل في الدنيا هو؟ بابا ساغي بوك ساغي ساغي وامك في الدار اي طب. واخوك اللي جيت على خاطره وش يعمل في الدنيا؟ كيف يخدم معايا؟ علاش ما كملتش قرايتك انت؟ والله توجهنا هكا من الاول نحن ما نجدد القرايه بيان سور ما توجهت. وين وصلت في القرايه؟ بكالوريا. علاش قصيت؟ ما ريتش روحي نكمل، ما ريتش روحي نكمل، مانيش ضد اكيد. علاش ما كملتش القرايه؟ حاجه مهمه راه. اكيد القرايه حاجه مهمه، ما حبيت نعمل حاجه مختلفه. شنو الحاجه المختلفه؟ حبيت نعمل دي فيديو، حبيت نخرج للعالم برغم اللي توا كورونا. حبيت نعمل حاجه ديجيتال. نجحت في هذايا. الخطوة الأولى حبيت توصل للعالم عبر الإنترنت. أكيد الخطوة الأولى عملناها إن شاء الله وإن شاء الله قدام خير. بربي فهمني اللي تعمل فيه في الإنترنت شو وين تنجم توصل؟ وين تنجم توصل؟ نجم يعرفوك العالم الكل؟
نجم تزور البلدان، ما نحبش نحصر روحي في شارع معينة. تزور البلدان كيفاش؟ يعني تحكي تجاربك في العالم. يعيطولك ناس خرين؟ لا أنت تمشي. تمشي يزمك لي موية، يزمك إمكانيات. يجي سبونسور من بعد، فما عباد دعمك. ما مقتنع مقتنع يولي فيها سبونسورينغ، مقتنع بالتوجه هذا، مقتنع بو المستقبل. نحب الريسك، انا نحب الريسك، ما نحبش خدمه عباره في بيرو قاعد لا المهنه هذيك باش تنتهي. يعني اي اكيد اكيد المهنه هذيك باش تنتهي اكيد، وتحس روحك سبا سبا الحمد لله. شنو التجارب اللي شاركتوها مع العباد اللي حكيتوها؟ عندك كلكو فيديو مسجلهم؟ اعطيهم ليكيب دو برود نتفرجوا فيهم نشوفوهم. ديجا عملنا مره كاميرا كاشي مع بعضنا. ها ديجا عملنا مره شنية؟ أنا أخويا مرة عملت كاميرا كاشية مع بعضنا. أنت أخوك عملتوا كاميرا كاشية؟ خيلينا معك. لا ها؟ ترانيو مع بعضنا، نضحكوا مع بعضنا، نقسموا تجاربنا في الفيديو وكل شيء. أنت علاش جيتني اليوم أحمد؟ باش نكرمو. باش نكرم خوك؟ باش نكرم خويا. على شو باش نكرم خوك؟ على اللي وقف معاك في عمليتك با حاجة عادية. ممكن تراها حاجة عادية، عليا ما راهيش حاجة عادية. علاش تراها مش حاجة عادية؟ عبد يعطيك من وقته، من جهده، من طاقته. مش عليك تحكي على أمك، على مرأة تحبها، تحكي على أبوك، مش على أخوك. أخويا بابا وأمي هذاك كل شيء، بابا وأمي صحيح معوضين كل شيء، حتى هو أكثر. ما همش في البيت معانا باش يعرفوا أنا شنو نحس زادة ساعات، ما نحبش نبين، ما نحبش نبين ضعفي ساعات. تبين أخوك؟ أي يعرف كل شيء هو. وهو يبين لك؟ يبين. تحبه؟ برشا. أما اسمحيش مني كلمة راه. تعرف سي تريغ نادر جدا أنك تسمع ديسكور حوار من نوع هذا بصراحة. بالحق بالفاسون اللي تحكي بها أنت. معناتها أنت خوك قلت له نحبك هكا قدامه فاس فاس. ما نجمتش. ما نجمتش. عليه ما نجمتش. يقول لك الحب بالأفعال صحيح، جربناها توا حياتنا الكل، نعملوا حاجات باهيين، يعمل لي حاجات باهيين. أما ما عمرك ما قلتها له. الليلة تحب تقولها له. نحب نقولها له. اسمه؟ محمد. اه انت احمد وهو محمد وهو محمد. حتى في الاسامي كيف كيف. الليله محمد يكون موجود بحذانا في برنامج عندي ما نقولك.